السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا التسجيل الثالث من تسجيلاتي في عالم الأندرويد. الحقيقة يعني تسجيلي أو لقاء اليوم هيكون بخصوص برنامج جميل جدا أو تطبيق جميل جدا 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 في عالم الأندرويد. وتطبيق اليوم يعني متعلق بالصلاة وبمواعيد الصلاة وبالأذان. طبعا كله أول ما قلت كده تذكر على طول في الذهن برنامج صلاتي اللي شرحه أخوي الحبيب الشيخ أخي الحبيب محمد عبد الفتاح. طبعا هذا البرنامج صلاتي جميل جدا 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 جدا. أيضا في تطبيق آخر، معذرة إن أنا بقول برنامج، في تطبيق آخر اسمه المسلم. هذا التطبيق يا إخوة يعني جميل وغاية في الجمال والروعة، وهنشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهشرحه لك من أول ما نجيبه من على متجر بلاي علشان خاطر تبقى الدنيا كلها واضحة قدامك. هو سهل خالص خالص للغاية، ولكن بس في عدة شاشات في البداية وانت بتثبته بتظهر لك، هنتعرف عليها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. تعال ندخل على طول في شرح التطبيق. أول حاجة مميزات البرنامج أو مميزات التطبيق. مميزات التطبيق يا إخوة، أول حاجة في هذا التطبيق أنه سهل للغاية زي ما قلت لحضرتك. تاني حاجة أو تاني ميزة أن هذا البرنامج باللغة العربية، مش كده وبس، برنامج المسلم هذا باللغة العربية، ويتيح لك أن أنت تتعامل معه باللغة الإنجليزية والفرنسية. يعني وانت بتثبت البرنامج زي ما هوري لك بيطلع لك شاشة هي متحددة على العربي، لكن لو سحبت في تحديد كده بالإنجليزي تحدد عليه لو انت عايز، والسحبة الثالثة بالفرنسية لو انت عايز، وتدي أوكي وخلاص. على كده البرنامج بيعمل، بينزل مع الأذان بدون أي حاجة خالص. تمام. طيب، يبقى أول ميزة أنه سهل للغاية، تاني ميزة أنه باللغة العربية ويدعم الإنجليزية والفرنسية لو أنت قمت بتحديد أي لغة من هذه اللغات. خلاص كده. الميزة الثالثة، خلي بالك معايا في هذا التطبيق الجميل الرائع، الميزة الثالثة أنه بمجرد أن أنت حضرتك ما تثبته وتحدد له المكان بتاعك، مثلا مصر والبلد والمدينة الجيزة، أنت بس بتكتب له مصر في البحث لأنه بيجيب لك قائمة بالدول، تكتب له مصر أو الدولة اللي أنت منها، يعني سواء كانت سوريا العراق السعودية أي دولة في الدنيا كلها تكتبها له، بيجيبها لك وبيجيب لك المدن وأنت تختار المدينة. عند ما أنت عملت كده أصبح البرنامج يعني خلاص جاهز على أنه يأذن بدون ما أنت تضبط أي حاجة فيه. والميزة الأروع أنه الأذان بينزل معاه، مش كده وبس، ده أنا لما أجي لك للميزة بتاعت الأذان حكاية حكاية. خلاص. طيب، يبقى سهل للغاية، يدعم اللغة العربية بالإضافة للإنجليزية والفرنسية. بعد كده الميزة التي تليها، احنا قلنا أنك بمجرد أن أنت بتضبطه على الدولة المكان بتاعك بيعمل البرنامج بدون أي ضبط منك أو أي حاجة خالص. الميزة اللي بعد كده يا جماعة الأذان. الأذان بقى أول حاجة بيفكرك بمعاد الأذان قبلها بعشر دقايق. يعني مثلا لو المغرب على الساعة 5، خمسة لعشرة تبص تلاقي مشاري طالع لك وبيقول لك إلا صلاتي ما أخليها، بصوته كده عشر دقايق قبل الأذان. كل أذان عشر دقايق قبلها بيذكرك. طبعا عشان دي ميزة حلوة خالص، عشان لو في إيدك حاجة تقدر أن أنت إيه يعني تستعد وتنهيها وتبتدي تتوضى وتجهز، ولو رايح المسجد وحريص على تكبيرة الإحرام تلحقها. طبعا الميزة دي ممكن تبطلها، يعني ممكن تتحكم فيها زي ما هوري لك بعد كده. طيب، عند الأذان بقى ميزة جاية، الأذان بينزل مع التطبيق، أنت مش محتاج أن أنت تدخل وتختار له أذان من عندك، لا هو نازل بالأذان بتاعه. لا مش كده وبس، ده الأذان بتاعه يا إخوة مديلك بقى خد عندك بصوت مين بقى تختار، مشاري، بصوت محمد صديق المنشاوي، بصوت عبد الباسط، بصوت أذان مصري اسمه كده أذان مصري يعني بالطريقة المصرية، بصوت مكة المكرمة، خد دي بقى بصوت الشيخ محمد رفعت. عارفين صوت أذان الشيخ محمد رفعت؟
يا والله يا اخوة سبحان الله، كل ده متوفر. ناصر القطامي اذانين محطوط له، ناصر القطامي الشيخ ناصر محطوط له الاذان واحد واثنين، يعني طريقتين للاذان. كل ده انت تختار منه الاذان اللي انت عايزه، مكة المكرمة او الشيخ عبد الباسط او الشيخ المنشاوي او ناصر القطامي له اذانين، مشاري بن راشد، محمد رفعت، كل دي أصوات أذان متاحة في التطبيق، بتنزل معاه جاهزة، أنت بس بتحدد على اللي أنت عايزه. آه ونسيت أقول لك، سيد النقشبندي ده هو أصلا بينزل متعلم على سيد النقشبندي، خلاص. فإذا أنت أدي إيه ميزة الأذان، قبل الأذان بعشر دقايق بيعرفك بينبهك يعني عند الأذان الأصوات دي كلها موجودة. طيب بعد الأذان بقى ميزة إنه في دعاء بقى، اللهم رب هذه الدعوة التامة، بأصوات عدة ومن بينها صوت الشيخ الشعراوي. أنت ممكن تحدد ده زي ما هوري لك بعد كده. شفت ميزات التطبيق؟ أنا رغيت في النظري بس، أنا بس بحب أجمل وبعد كده هوري لك عملي. تعال بقى بعد كده لميزة روعة 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 غاية في الروعة. إيه هي بقى؟ إنه حضرته هذا التطبيق، جزا الله خيرا القائمين عليه، هذا التطبيق يا أخي الحبيب ويا أخت الفاضلة بينبهك لوقت قيام الليل ومقسم، إما الثلث الأول لو عايز ينبهك في الثلث الأول ماشي، أو الثلث الثاني ماشي، أو الثلث الأخير ماشي، دي بتحددها أنت زي ما هوري لك. تلاقي أول ما يجي الثلث اللي أنت حددته تلاقي الشيخ مشاري طلع يقرأ لك آية إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله على هذا التطبيق. طبعا بالنسبة للمبصرين هو روعة للغاية، علشان خاطر طبعا منظره الجميل شوية شجر كده، وبالنسبة إحنا لينا كمكفوفين برضه مش حرمك من حاجة، أول ما تفتح المبصر بيشوف شجر ومناظر حلوة، وانت ككفيف بتسمع صوت مية جميلة بتنساب طول ما انت في التطبيق بتزبط في حاجات. حقيقة روعة روعة للغاية. تعال ندخل على طول على التطبيق لان انا رغيت كتير قوي قوي، والنظري الكلام النظري كتير مش حلو. تعال ندخل عملي على طول. هتكتب، هتروح متجر جوجل بلاي وتكتب مثلا كلمة الأذان زي ما أنا عملت دلوقتي، هوري لك أهو أنا كتبت الإيه؟ الأذان. تعال بقى هبحث معاك، هتطلع لك هو على متجر جوجل بلاي اسمه أوقات الصلاة واتجاه القبلة، ها، وزي ما أنا هسمعك دلوقتي، لكن جوه لما تيجي تثبته بيبقى اسمه المسلم. طيب أنا كتبت الأذان، هبحث معاك أهوت، تعالى هنبحث مع بعض. بسم الله، الأذان، خلاص أهو ضغطت على دي. تعالى بقى بص اسمع معايا، هسحب المؤذن، مش ده اللي احنا عايزينه، هسحب تاني، التطبيق صلاتك مش ده اللي انا عايزه، خلي بالك صلاتي، خلاص عارفينه احنا، ده حبيبنا ده، نسحب مواقيت الصلاة والأذان للمسلم، مش ده اللي احنا عايزينه، نسحب تاني التطبيق أذان وقرآن، مش ده، نسحب تاني التطبيق أوقات الصلاة والأذان والقبلة، أيوة هو ده. اسمع اسمه إيه؟ التطبيق أوقات الصلاة والأذان والقبلة، أوقات الصلاة والأذان والقبلة، خلاص هو ده هو ده، أوقات الصلاة والأذان والمسلم، أوقات الصلاة والأذان والقبلة، والقبلة عفوا، أوقات الصلاة والأذان والإيه والقبلة، نضغط عليه أوقات الصلاة والأذان والقبلة، طيب ماشي. احنا على طول هنثبت قبول قبول، خلاص بيتثبت اهوت. انا طبعا يعني ايه مش هستنى يعني مش هصبر عليك يعني عشان خاطر المحاضره ما تطولش، انا يعني هاخد فاصل وهرجع لك تاني لحد ما البرنامج او التطبيق يتم تثبيته، علشان اوري لك الشاشات اللي بتطلع اول ما ايه هنثبته مع بعض باذن الله. هو بس ينزل وبعد كده ايه يتثبت، وأول ما نفتحه أول مرة هوري لك الشاشات اللي بتطلع في هذا التطبيق. بعد أن يتم تثبيت البرنامج نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة تانية، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى تم تثبيت البرنامج، علشان خاطر نبتدي نتعامل معه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نبتدي مع بعض نتعامل مع البرنامج، ونشوف أول ما نفتح البرنامج لأول مرة الشاشات اللي هتظهر لنا هنتعامل معها بكل سهولة عشان يصبح البرنامج جاهز للعمل. طيب نبتدي على طول بقى نفتح البرنامج أو التطبيق، فتح أو خلاص تم التثبيت، احنا هنفتح التطبيق أهو. بسم الله، خلي بالك بقى معايا، خلي بالك انتبه. What is your favorite language?
بالجهرات بحث أربعة نقطة. بيقول لك اللغة. ناصر من واحد إلى ثلاثة من إجمالي ثلاثة. اللغة وجايب لك ثلاث حاجات. أسحب. ماشي. تم التحديد عربي. تم التحديد عربي. خلاص. هو متحدد على العربي. أسحب. لم يتم التحديد. إنجليش. لم يتم التحديد. سمعت كده سحبت تاني قال لي ايه فرنساوي خلاص هو متحدد على العربي هسحب هيقول لي اوكي اوكي هدوس اوكي هنا طيب خلاص اعدادات القبلة وحساب الصلاة خلاص طيب نبتدي نسحب بقى المكان خلي بالك بقى من النقطة دي هنا انا سحبت مش لليمين سحبت للشمال لان لو سحبت لليمين هيقعد يجيب لك البلاد وكده فانا هنا سحبت للشمال وهبتدي بقى فتحت المربع وهبتدي اكتب مصر خلاص خلي بالك معايا مصر لحظة مصر اهي مستعجل هو مستعجل خلاص كتبت مصر خد بالك بقى هسحب مصراتة بتاعت ليبيا طبعا مصراتة عشان اولها زي مصر لا بص بقى هو بص هيجيب لي ايه هنا المكان خلي بالك الاسكندرية خلي بالك انا سحبت انا مش عايز اسكندرية بدأ يجيب لي مدن مصر اهو خلاص ها اسحب تاني اسيوط خلي بالك اسيوط كايرو خلي بالك انا لما بسحب بيقول لي المدينه مرتين ما يعني ما اعرفش لكن الجيزه انا عايز الجيزه لان انا قاعد فيها دلوقتي فهدوس على الجيزه تنبيه هل انت متاكد من اختيارك لهذا المكان ايوه متاكد ليه بقى بيسالني السؤال ده بص هل انت متاكد من اختيارك لهذا المكان انظر الى بص ليه انظر الى اسير اوكي ليه بيسالني لان هو بيعتمد على تحديدي انا مش على تحديد الانترنت فهو عشان كده بيسالني بص لما ادوس اوكي هيقول لي ايه كده البرنامج أصبح أنه يشتغل يعني أنا لو سبته دلوقتي وما عملتش فيه أي حاجة هيأذن هو حدد خلاص كل حاجة بناء على مصر بناء على المكان اللي أنا حددته له طب أنا هسحب عشان نشوف إيه اللي هيتم بعد كده هنا يتم أخذ إعدادات النطاق زمنا من إعدادات الهاتف للمنطقة التي اخترتها لذلك يجب عليك التأكد من أن النطاق زمنا للهاتف تم ضابطه حسب البلد التي تسكن فيها ويمكنك أيضا تغيره مثل 2 و1 أو 2 سمعت الرسالة دي هو بيأكد لك على ان انت لازم تكون حضرتك متأكد من المكان اللي انت حددته خلاص لانه زي ما قلت لك بيحدد بناء على تليفونك وعليك انت هنا هدوس له انهاء تمام شوف خد بالك بقى المسلم بص المية شوف ما شاء الله فتح التطبيق واصبح جاهز للشغل اصبح جاهز للاذان خلاص انت مش محتاج تعمل اي حاجة تانية بس انا هتجول معك في البرنامج علشان خاطر اوري لك ازاي تغير في الاعدادات والميزات اللي انا قلت لك عليها شوف ما شاء الله جميل ما شاء الله حتى مريح نفسيا ما شاء الله طيب هو برضو اللي بيعمل الموجات دي والسكوت لوحده انا ما عملتش حاجة نسحب ونروح للاعدادات على طول الاذكار اتجاه القبلة اوقات الصلاة اخرى الاعدادات تعالى هو البرنامج فيه حاجات اكتشفها انت ولكن تعالى نخش على الاعدادات علشان ده اللي يهمنا عشان ما اطولش عليك الخامسة ماشي يا سيدي الساعة 5 تشكر ها ندخل بقى على الاعدادات فتحنا الاعدادات بص اول حاجة خلي بالك من دي سيف الزر دوت لما تيجي تغير اي حاجة في الاعدادات انت غيرت اوعى تخرج لازم ترجع تدوس على الزر ده اللي هو سيف خلاص اللي هو بيبقى ايه فوق خالص ارجع بقى اسحب تشغيل مفتاح التبديل تم التحديد ايه هو بقى اللي تشغيل خد بالك مواقيت الصلاة في الاشعارات تشغيل هنا دي تعال نلغيها تعال نلغيها ليه لانه للمبصر بيقعد يطلع له على الشاشة هو يمكن حابب ده لكن لينا احنا بيقعد يخلي سامانتا او اي نطق انجليزي يقول كلمة انا مع اهو بيقعد يقول الكلمة اللي انت سمعتها دي فيقعد يعمل لك دوشة كل شوية فيبقى ايه نلغيه من هنا خلاص لا انا مش عايزه تشغيل اللي هو ايه اللي هو ايه خد بالك مواقيت الصلاة في الاشعارات لا انا مش عايزها خلاص دوست عليه بإيقاف التشغيل بس غير كده انت مش محتاج تعمل اي حاجة تاني لكن تعالى مثلا نتقدم عشان اوري لك لو عايز تغير اي حاجة خلاص قلنا دي الاذكار
سيف. طبعا زي ما انا قلت لك لو انا عايز ادوس على اي حاجه هدوس على السيف ده. طيب خلاص عملناها، نسحب بقى. هو هنا بيأذن المغرب يا جماعه لوحده، لان احنا عندنا المغرب على 5 دقيقة او دقيقتين، هو هنا بيأذن اهو، سبحان الله، هو هنا بيأذن. وده طبعا صوت الشيخ سيد النقشبندي، يعني هو كده بيطبق عملي معاكم اهو. شوف انا لسه مسطبه قدامك وهو ايه اذن لوحده، انا ما عملتش فيه اي حاجه. اشهد ان لا اله الا الله. طيب تمام، اشهد ان لا اله الا الله. طبعا اللي قال وقت الصلاه ده صلاتي. شفت انا لمست الشاشه، قال لي ايه حال الان وقت صلاه المغرب؟ تجاهل. تجاهل خلاص. شوف كل من المس يقول لي ايه حان الان وقت اذان المغرب بتوقيت الايه الجيزه في ايه في مصر. طبعا هو قال الكلمة دي لأن لسه ما عملناش سيف لما لغينا الإشارات. شفت روعة التطبيق، تجهز للصلاة واللهم رب هذه الدعوة التامة، وقبلها ب10 دقايق بينبهك. لا بجد برنامج روعة، تطبيق روعة روعة روعة. وأنا ما عملتش حاجة، شفت قدرا والله العظيم أنا مش مرتبها، أنا يا دوبك ظبطت المكان وكان فاضل على المغرب وقت قليل وأذن لوحده خلاص، أنا ما عملتش أي حاجة خلاص. طبعا هو بيقول الكلمة اللي أنتوا سمعتوها دي اللي أنا مش عارف هي إيه أصلا عشان الإشعارات، بس أنا لسه ما عملتش سيف، يعني أنا صحيح وقفت التشغيل لكن لسه ما عملتش سيف اللي قلت لك عليه أهي. هيقعد يقول لك كده لازم تلغيها بالتحديد اللي أنا قلت لك عليه. طب أكمل بقى، نكمل في الإعدادات وبعدين نسيف مرة واحدة. نكمل أخرى، احنا طبعا دخلنا على الإعدادات، مش يا رب ما يكونش خرجني لما أذن. طب إيه رأيكم لما أدوس على سيف بالمرة بالمرة كده؟ تمام خلاص، احنا كده سيفنا إيه الإشعارات مش هتطلع لنا تاني خلاص. طيب نكمل بقى اللغة. خلاص اللغة عربي، هو خلي بالك بيجيب لك الحاجة يعني عربي وبعدين يقول لك اللغة خلاص. طيب ماشي، إعدادات المنطقة. بص هيقول لك إيه بقى لما أسحب، مصر مصر وبعدين البلد، خدت بالك عشان تبقى واخد بالك معايا هو بينطق إزاي. الجيزة المدينة، يعني بيجيب لك الحاجة الأول بعد كده وصفها. ماشي أسحب تاني، لو أنا عايز أغير المنطقة يبقى من هنا. طيب يبقى من هنا خلاص، أسحب تاني. الإعدادات العامة للأذان. ماشي بص بقى خلي بالك معايا وركز في الإعدادات العامة للأذان، هو أصلا جاهز يعني، بس أنت لو عايز تغير بقى خد بالك اسحب. التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي بقى هنا بص. أدخل قيمة التوقيت الصيفي في بلدك
خلاص يبقى هنا هتكتبه يدوي، هنا واحد خلاص، هنا عدد دقايق، يبقى اللي قبلها الساعات واللي أول مربع الساعات واللي بعديه الدقايق خلاص. وبعد كده هنا بقى لما هنا خلاص لما بتعمل تم التحديد خلاص تمام. طيب هسحب تاني تشغيل مفتاح التبديل تشغيل، طبعا الوقت توقيت الصيف يعني خلاص نسحب. تفعيل الأذان في وقت الصلاة، تفعيل الأذان في وقت الصلاة تشغيل تشغيل، خلاص هسحب تاني. تذكير صوت قبل الصلاة بعشر دقائق، هي دي بقى تذكير الصوت قبل الصلاة بعشر دقايق، زي ما قلت لك مشاعر هيطلع يقول لك إلا صلاتي قبلها بعشر دقايق، هنا لو سحبت هيقول لك إيه؟ تشغيل تشغيل، هنا لو عايز تلغيها تلغيها من هنا، لو مش عايز يفكرك قبل الصلاة بعشر دقايق خلاص. دي ميزة جميلة. طيب اسحب تاني. تفعيل صامت أثناء الصلاة، تفعيل صامت أثناء الصلاة، إنه يخلي لك التليفون صامت وأنت بتصلي. صوت التكبير وقت الإذان، كل ده إخلاء. خلاص يبقى هنا هنا زي ما قلت لك اهوت هيخليها لك ايه، هيخلي لك التليفون ايه صامت خلاص. مفتاح التبديل تم التحديد، ماشي. بص بقى هنا تم التحديد ايه، القائمة المدسة التي نقش بند النقشبند، لو انت عايز تغير بتدوس على النقشبند من هنا وهيفتح لك الايه القائمه بتاعه المؤذنين، وفيها زي ما قلت لك بقى مفيش داعي ان انا افتحها لك عشان الوقت، فيها زي ما قلت لك عبد الباسط ومشاري وناصر واحد وناصر اثنين والتأذان بالطريقه المصريه ومكه المكرمه ومحمد رفعت. خلاص طبعا ده بيفكرنا برمضان. نسحب. طريقه التنويه في وقت الاذان، الأذان كامل يعني أنا ما جربتش بقى، يعني ممكن يديني نص أذان ولا إيه؟ الحقيقة ما جربتش دي. خلاص هسحب. إعدادات بعد الأذان، الإعدادات بعد الأذان بقى بص هيقول لك إيه، تشغيل مفتاح التعديل، إعدادات بعد الأذان اللي هو اللي أنت سمعته اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة وتجهز للصلاة والكلام ده، يبقى زي ما قلت لك أهو بعد الأذان لما هيجي يقول إيه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لو عايز تلغيها بتلغيها من هنا، هو هنا تشغيل ممكن تخليها إيه إيقاف التشغيل. هسحب تاني. تفعيل الدعاء بعد الأذان، صوت الدعاء، بص بقى هنا اختيار عشوائي، لان مره بيجيب لك بصوت الشعراوي ومره بيجيب لك بصوت ناس انا ما اعرفهمش، فانت ممكن تدخل هنا برضو زي حكايه سيد النقشبندي وايه وتحدد اللي انت عايزه وتدوس سيف اللي انا وريتها لك قبل كده اللي هنرجع لها تاني. خلاص طيب همشي تاني. اعدادات حساب الوقت، اعدادات حساب الوقت مش هتلعب فيها دي، مش هتلعب فيها. طريقه حساب مواقيت الصلاه المتبعه في بلدك، القائمه المدسه ذات الهيئه العامه المصريه للمساحه، ماشي. المذهب، المذهب، المذهب المستخدم يعتمد المذهب، مش عارف يا جماعة بس هو أي لمسة مني بيرجعني الأول تاني. أنا بسرعة أهو. طبعا خلي بالك بص المذهب الشافعي هنا خلاص، الشافعي بعد الشافعي بعد المذهب بيقول لي اعدادات المرتفعات، يعني حضرتك لو ساكن في اعداد مرتفعات في مكان مرتفع له اعدادات تانية انا الحقيقه ما دخلتش فيها لانها يعني ايه يعني ما تخصنيش، فما حبيتش ادخل في متاهات والمحاضره طول اكتر ما هي طالت. تعال بقى لما اسحب اعدادات المرتفعات، اذا كنت تسكن في منطقه مرتفعه نسبيا شوف شوف يعني شوف الدقه بتاعه التطبيق سبحان الله. قائمه المنصب غير مستخدمه، غير مستخدمه. طيب اسحب. اعدادات النوافل، اعدادات النوافل، يا سبحان الله فعلا برنامج للمسلم فعلا. بص بقى تشغيل مفتاح تشغيل، ليه بقى؟ لانه هيذكرني بقيام الليل. بص تذكير قيام الليل، لو انت مش عايز يذكرك بقيام الليل ارجع للي قبلها التشغيل دي وخليها ايقاف، اعدادات النوافل خليها ايقاف، لكن شوف بقى اعدادات قيام الليل. بص لما اسحب هيقول لك ايه، القائمه المدسه التي تسلف الاول من الليل، عايز يذكرك بقيام الليل في الثلث الاول ولا هو هنا بيقول لي الثلث الاول من الليل. انا بقى لو دوست على الثلث الاول من الليل دي هيفتح لي قائمه واختار يا اما الثلث الثاني يا اما الثلث الثالث. خلاص كده انا عشان لسه مسطبه محدد لي الايه الثلث الاول، لكن انا ببقى بخليه الثلث الاخير. يعني مثلا تعال هوريك تفكير قيام الليل، القائمه المدسه التي الثلث الاول من الليل، الثلث الاول هدوس عليها زي حكايه النقشبندي برضو وحكايه ايه الاذان. بص بقى تم التحديد الثلث الاول من الليل، لا مش عايز دي. لم يتم التحديد الثلث الثاني من الليل، لا مش عايز دي. لم يتم التحديد الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير هي دي. تمام هيجي بقى عند الثلث الاخير ويروح يقول لي ايه والذين يبيتون لربهم سجدا وايه وقياما. خلاص طيب عشان انا لو صاحي او غافل او كده يبقى ايه انتبه وايه واصلي، ولو انا نومي خفيف هصحى على الايه وايه واصلي. خلاص
ادي الاعدادات كلها، انت مش هتغير اي حاجه الا لو احتجت. طيب انا مثلا غيرت حاجه، غيرت الاداء خليته رفعت خليته عبد الباسط، وغيرت قيام الليل خليته الثلث الاخير ومش عارف ايه، والاشعارات لغيتها من على الشاشه عشان ما تقعدش تقول لي الكلمه دي، لازم اروح ل حكايه سيف اللي انا قلت لك عليها اللي هي في الاول. تعالى بقى نرجع لها تاني. سيف اهي، خلاص سيف انا كده ايه دوست عليها. بص بقى انا هقفل البرنامج، هقفل البرنامج، كنت فاتح شويه تطبيقات المسلم اهو. شكرا على تقييمك. ماشي يا سيدي. ساهم معنا في نشر برنامج للمسلمين على جواج البورصه عن طريق الضغط على زر في الاسفل، فذلك سوف يساعد في ازدهار برنامج وانتشارها على سوق جواج. ماشي. لم يتم تحديد مربع اختيار المسل اضافه، وانا ايضا الى الحالي 400. لو عايز تدعم البرنامج تعلم على المربع ده، ذكرني المرة القادمة هتدوس عليه. خلاص ادي التطبيق وادي جماله، ادي حلاوة التطبيق يا جماعة، عايزين نستخدمه والله، يعني ما شاء الله مريح نفسيا ومفيد وبيذكرك بالنوافل. وقبل اروع ميزة حكاية قبل الصلاة بعشر دقايق دي، عشان لو في ايدك حاجة تنهيها وتستعد وتبقى مهيئ نفسيا للصلاة. على فكرة انت لما تهيئ نفسك للصلاة تخشع في الصلاة، يعني تهيئة النفس قبل الصلاة يساعد على الخشوع في الصلاة، يعني مساعدة كبيرة جدا. والله جربوها انك تهيئ، انا رايح اصلي، انا هستعد للصلاة دلوقتي، صلاة العشاء جاية، انا مستعد، انا كذا. لما تهيئ نفسك قبلها وتفضي نفسك والله بتخش الصلاة، لانك يعني قطعت الدنيا من قلبك ومن ايدك ومن شغلك ومن تفكيرك، وابتديت تقبل على الصلاة. ده بيساهم في الخشوع، ده بيطبقه تطبيق المسلم اللي بيبقى على متجر بلاي اسمه أوقات الصلاة والقبلة. وزي ما انت سمعت كده بتبتدي تسطب البرنامج، وزي ما شفنا كيفية التعامل معه. انا بعتذر على الإطالة الشديدة، لكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون قد أخطأت، وإن كنت قد أثقلت عليكم فسامحوني. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل نافعا للجميع. جزاكم الله خيرا، كنت معكم هشام أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.